فضيلة الشيخ، يقول السائل: يكثر من بعض طلبة العلم الكلام في وقت دخول الفجر وأن وقته متقدم عن دخوله في التقويم. هؤلاء ليس عندهم إلا التشويش والمخالفة، هذا دأبهم وهذا شأنهم، ولا عندهم خبرة بالمواقيت، ما عندهم خبرة بالمواقيت، وإنما يريدون أن يشوشوا على الناس. تقويم أم القرى معتمد وقد جرب وقد امتحن، تبين أنه تقويم مطابق ومنضبط، وهذا بالتجربة. نحن نصلي، يؤذن المؤذن على التقويم، يؤذن المؤذن للفجر على التقويم، ينتظر الإمام ربع ساعة أو ثلث ساعة ثم يصلي، ثم نخرج، وإذا خرجنا إذا النهار بين واضح، النهار بين واضح، أدل على أن التقويم أنه صحيح وليس فيه اختلاف كما يقولون. ويجب أن هذه الشائعات ترفض ولا يلتفت إليها، وهي الآن خفت، هي الآن خفت عما كان من قبل، لما رأوا أن المسلمين لم يلتفتوا إلى قولهم خفت هذه الشائعة. نعم.